السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعي قناة أجيال أندلس. النهاردة هننشر مع بعض كده ونتابع مع بعض قواعد العشرة الذهبية لخطة الصحة للوقاية من كورونا داخل الملابس. أول حاجة هتركز كده، اغسل إيدك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية. يبقى أول حاجة من القواعد العشرة عشان ندخل المدرسة ونبقى بعيد عن أي فيروس، هتغسل إيدك دايما بالمية والصابون. تاني حاجة، التباعد الاجتماعي بين الطلاب في حال الوقوف في الطابور الصباحي، في الطابور الصباحي هنبعد عن بعض شوية. تالت حاجة، رحب بزملائك دايما من بعيد، مفيش مصافحة، مفيش أي تقبيل، مفيش أي سلامات. رابع حاجة، اوعى تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة. يا رب كله يطبق الكلام ده. خلي بالكم يا جماعة، انتوا بتتعاملوا مع أطفال، أطفال هيبقى في ابتدائي في إعدادي، دول مش هيسمعوا الكلام ده كله إلا لازم وقاية. خمسة، الأطعمة الصحية، واحرص دايما إن أنت تاخد قسط وفير من الراحة. يا رب كله يرتاح. ستة، الأدوية المدرسية الخاصة بك هتستخدمها دايما وما تلمس أدوات الغير. سبعة، في مسافة بينك وبين الآخرين داخل الفصل. تمانية، هتبتعد عن أي مكان مزدحم. تسعة، هتمارس التمارين الخفيفة في الصبح، يعني صباح كده شوية تمارين. عشرة، التهوية للفصول هي أفضل وأحسن للصحة بتاعتك. ده كان قواعد عشر ذهبية لخطة الصحة للوقاية من كورونا داخل المدرسة. انتظرونا خلال ساعات أخبار جديدة من مصادرنا الرسمية إن شاء الله. في أمان الله.